وقد قال رئيس غرفة التجارة الكندية في مصر دكتور فايز عز الدين إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم بنحو كبير في استقطاب المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي، لا سيما بعد تقديم حلول مالية تكنولوجية بسيطة. المؤتمر ده من المهم قوي للتعريف عن الشمول المالي. من اهم الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها كنا المشاريع الصغيره والمتوسطه، لان دي احدى السبل اللي بتدعم الاقتصاد البلد. فعليك لو تعلمي ان احنا مثلا عندنا في كندا 85% من المشاريع الصغيره والمتوسطه هي اللي قايم كيان كندا، وهي من الدول الكبرى السبعه. فاذا مصر لازم تدعم هذه المشاريع. في قطاع كبير جدا من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير نظامي او غير حقوق اقتصادي، فلازم اللي هم بيسموه باللغة العامية بير السلم، هذه المؤسسات والكيانات لو تحولت الى الاقتصاد الرسمي هيبقى في طفرة كبيرة من هذا الاقتصاد. ليه؟ لان حضرتك لازم نديهم حوافز من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نجذبهم الى الاقتصاد الرسمي، زي اعفاءات، زي ان هم ياخدوا تمويل، ياخدوا دعم في تسويق المنتجات بتاعتهم. كل ده لو احنا ساعدنا فيه. بالنسبة للمؤتمر ان احنا بنتكلم برضو على الشمول المالي، وان احنا لازم نركز على سبل الدفع الالكترونية الجديدة. دلوقتي كل النظام العالم دلوقتي شغال على ان احنا نجيب الدفع عن طريق مثلا التليفون المحمول، عن طريق الجهات زي فوري زي اتصال. في شركات دلوقتي بتقوم بعملية الدفع الالكتروني. ده هيدفع المؤسسات الغير رسمية انها تخش في القطاع الرسمي عشان تستفيد من هذه المميزات.